السلام عليكم ليكيب، شحال تكونوا بخير وعلى خير. جولة جديدة في عنابة، لا ميزا جور كالعادة. اليوم بدينا نصوروا في الخرجة تاع جيني سيدار. شنو عندنا ميسيون خفيفة قبل ما نبداو نخدموا، هي مع الخدمة نورمالمون تمشي ميسيون مزيان. كاين شكون موصيني على واحد الدوا، نشوفوا عليه هدرا باسكو لقاو هاكا انا فارماسي هنا لما لقيناش ندخلوا الكوبا. شنو هو النهار الاول تاع جونفي نورمالمون؟ هذا الاول شفناه عنده الدواء، قال لك كاين بصح ما نجمش يبانك اكثر من جوج سبايط. هنا راح نبعثوهم لواحد بعيد، ما نجم نبعثوهم ضربة واحدة. نجم عادي وفارماسي واحد اخر كش ما يبيع لنا زوز، حتى نلمو ستة بايط ونبعثوهم ان شاء الله. بيروقراطية في الدواء. كاين واحد بعيد اخويا منو ما يسكنش في المدينة يحب يشري الدواء تاعو ويبقى شاري حاجة يضربها واحد. بون سوس انتردي دخت حنا هنا غادينا على ليسي تاع كوبا، نكملو الميسيون تاعنا هادي باه نروحو نخدمو. كاين فارماسي تاع الحاج مستعش لهيه نديرو، من بعد نديرو لا فارماسي تاع البولفار، من بعد نديرو تاع لا ميناديو. ما ادريش بالك الحاج اللي عندنا واش لازم ديريكت سنو الحاج من هي. كوبا الحاجز اللي عطانا كعبات، دركا نزيدو نعديو لفارماسي الفارماسي الاخرى تاع البولفار. سلام عليكم. تحلق برك ما حبش تحلق.
كيف جبنا المكتوب هنا في ليزالمون من مسجد الزبير جابتنا الخدمة كنا نديو الفارماسي كاينة واحدة لهيه باش نكملو الميسيون تاعنا اون ميم طون تفزت الحكاية دوكا نوصلوا لمانة لمانة السيد اللي وصلها عارف نديرها دوكا دوكا نشوف دوكا ولا من بعد شوية منا برك اخويا هاك وين البلايه داك هاك زرو بينا بارتيه تاع البلايه بينا بارتيه تاع واحد زوج الاولاد زبقوناك شغل اللي حنخدمهم خدمه هاي اش قابل راه ندير لهم شويه برك راهم بالزور هادو بعد يقيو يقيو عارفك هاي ما مزراتي وراه البلاد كالك بار منا والله زياد عندك نعديو هيك الحوض اه زياد 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 قدام وين هذاك نص مشينا هنا كاين هنا كاين هنا والقدام لا احنا نحكيو الاول بقاو يستناو فيها مكيا وصلوا يبان اه يا خويا احكم اخويا قدام تحكم كم ساعه ربي يحفظك اش اه اطلع يا اختي يا
هزوا وين رومبوان وتطلع رايح شغل النوفال. لا بس ما توصلش نوفال او كان كرتي ما يخرجش. شفتي وين كان هذاك يعمل بكري يعني من يومه بكري هذاك ما نقول عنده عامين ولا نقول لك تعرفوا الصوت بتاع اللي تمام ها ها نقد كمان
ليكيب جبنا المكتوب. احنا هنا في ليليزا كارتي هذا ما صورناه قبل ولا لا؟ شكون ما صورناهش قبل؟ Let's go.
هذه سقسيكم بركه مشيتو مي بابي تاعكم انا جبتو من المانيا جبتهم الله يبارك ما كانش كعبه للبيع ماشي من الارحمه لا عندي المدلك سفينيه شوفي اللي عندك والله هاي سيدي اسلم فمشني لابسه هاك يا ربي يسترك يا فخر هاي السلام عليكم ربي يعينك اخوي هاك يا حلوه شبي شبي هاي كاين على باش هنا ما نروحش لبيت إجراءات ردعية ضد المخالفين وفقا لما ينص عليه القانون. في الرياضة أصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بيانا أكد من خلال إلغاء المباراة الودية أمام منتخب غامبيا من جانب واحد. وأكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن ما قام به منتخب غامبيا هو نقص
في الاحترافية وقلة احترام اتجاه المنتخب الجزائري في إطار تحضير لكأس أمم أفريقيا. بالرياضة ما في أوراق الموعد الإخباري من إذاعة عنابة. شكرا وسلام. كيف جبنا المكتوب احنا هنا رانا في السينكرو فاطلنا بركه فرنا الكاميرا طفات الباتري نسبه تحت البركه في الان بورسون بونش الكابل اللي دوره مع الكوميش سيكيلاسيون كبيره نجيب دوغا دوغا حتى الفيدرو نشوفوا معه لاغارا لاغارا ديري نهار
عرس هنا. يعني نخدم لا مش عرس. وهي عرس. مش طبيعي يعني عرس. البارح ريفيوني ماني بس مش حتفضل الزرزة. داروا زردة كبيرة تم البارحة. نخمم ما تحصلش في السيركيلاسيون. التعليم المهني دي خمم خمم شوف لي ساعدك وانت تقدر تحبسني يا حبس عجبتني كيف بديت تخمم يعني تحصل بهذيك في اللي تقول ويكون غير ما نسيتوش اه خويا انت اللي تطلع السيركيلاسيون بيك ولا بلاديك
كاينة كاينة. تقدر تقص على بلاصة دار تطلع تلقى سيركيلاسيون دار؟ نقدر خلاص من اللي قدم فيه حط لي فرشة. ربي يسهل لك كيما سهل لنا الأمور. عايشك ربي عايشك ربي عايشك ناس ملاح خمم عليك أخويا حتى نتمكن من ربما استقبال المتربصين والمتمهنين في أحسن الظروف وبالتالي مواصلة سيرور التكوين على مستوى المعاهد والمراكز. طبعا في اطار محاربة تفشي فيروس كورونا ومساهمة من القطاع كما تعلمون قمنا على مستوى العديد من المؤسسات التكوينية طبعا هذه شنو لازم نضرب طلع على الوقت بده صورنا برك ضربنا طلع على الوقت ما زال شوي ونحن دائما ومع استمرار هذا المكان نحن دائما في عمل مصري في دائما بالتنسيق مع مدينة الساحة لتنظيم أيام تأسيسية أخرى كما قمت بها على مستوى المؤسسة قمت بعمل بعض المؤسسات التقنية كمراكز التلقيح حسب فيروس كورونا فقط هنا أشير فقط إلى أن نسبة الإقبال على التلقيح كانت ضعيفة نوعا ما ونأمل في الأيام القادمة أن ترتفع هذه النسبة ومن ثم تقوية المناعة الجماعية وتفادي العداء بهذا الفيروس عافانا الله وإياكم وإياكم شكرا. نعم كريم نعرف أن المؤسسة التكوينية على مستوى ولاية عنبة تعتبر خزان للمواهب المبتكرة وأيضا السيد معالي وزير التنمية التعليمية لحضور فعالية صالون الوطني للصالون التكوين المهني للابتكار في بلغته الثانية حضرنا لمشاركة العديد من المتربصين المتمهنين في القطاع ولكن للأسف نمشيو جهة كاروبي نرجعوا لجهة الزرد هذيك باين كاين شوية خدمة ذات الأهمية أو ذات اللمسة الابتكارية بتتم معنى الكلمة التي تم إسقاط المشاركة فيها أصل. شكرا بارك الله فيك سيدي الكريم نروح الآن لسيدة أنا فوزية معها رئيس مصلحة التنمية عدينا على الشيراطون نقلب الهواء جيت سبيدار كاروبي ربي يشفي جميع المرضى Thank you.
ديريكسيون جوج دزرت ليكيب نحن نخليك معنا خير باسكو الوقت وصل وخيرا حسب ما حسبتك قبيلة وخيرا ما بقاش ياسر ان شاء الله تكون عجبتكم جولة ليكيب خليكم معنا خير ونقول لكم تلاقوا غدوة ان شاء الله السلام عليكم عروبة سلام عليكم الساعة بركة عشرة ربعة عشرة تعالي نقوى قافلة ما نقوى حا ايوه بدل الملعب هذا لما كاش ترجع له انت واحد نرجع له وانا وقلت انا كي خلينا صار شيء عنده فيها فيها سلام بكم بدي في تاكسي في خرجه فيها ما بديش ما كعبك السلام مش كل فرش تحوس اليوم مريفي ولا ريبيا اه
اللي ما خرجوش البارح يخرجوا اليوم، اللي ما قدروش يخرجوا في الليل يخرجوا في النهار. وكاين اللي خرجوا البارح وزيدوا يخرجوا اليوم. يا لطيف واش خلاص.